طيب سؤال الآن بيقول فكر، هل تستطيع حل النظام السابق بحذف سين زائد صاد في آل معا؟ آه نعم، هي كان هيك النظام طلع، يعني بدي أنا أحلها نفس النظام بطريقة ثانية. سين ناقص صاد يساوي واحد، عندي سين زائد صاد زائد اثنين عين يساوي 23، وكان عندي سين زائد صاد زائد عين يساوي 21. طيب الآن كيف بدي أحذف يعني سين زائد صاد معا؟ طلع لي على المعادلة 2 ومعادلة 3، في عندي هون سين زائد صاد وعندي هون سين زائد صاد، يعني بقدر أتخيل كأنه متغير واحد. لو طرحنا معادلة 2 ناقص معادلة 3 مباشرة بتلاقي سين ناقص سين صفر، صاد ناقص صاد صفر بالطرح، يعني كلهم بيشطبوا. أو إذا بدكم نقول بنضرب اللي تحت بسالب واحد فوق بواحد، ساعتها بصير هاي سالب سين ناقص صاد ناقص 2 عين، أو بالضبط يعني هاي بتصير كأنها بتظلها زي ما هي، وتحت راح تغير إشاراتها. فبصير سين ناقص سين صفر، صاد ناقص صاد صفر، 2 عين ناقص عين بيطلع عين، و23 ناقص 21 بيطلع 2، طلعنا عين. الآن بناخذ عين بنعوضها بواحدة من المعادلات ولتكون الثانية، فبصير عندي هون سين زائد صاد زائد 2 يساوي 21، ومنها سين زائد صاد يساوي 21 ناقص 2 يساوي 19. بنحلها مع المعادلة الأولى بالحذف زي ما تعلمنا سابقا بالجمع، هون نجمع بيطلع لنا 2 سين راح يروحوا الصاد بيطلع 20، إذا سين تساوي 10، نرجع بنعوضها بنطلع قيمة صاد. هاي الطريقة الثانية اللي بقترحها علينا الكتاب، يعني أنا ممكن أطلع على مجموعة من المتغيرات معا وليس متغيرا واحدا. طيب تدريب 3-1، إيش بيقول التدريب؟ ثلاثة أعداد مختلفة، كويس، مجموعها يساوي 16. يعني نفرض أنه سين العدد الأول، طبعا لازم أول شيء تكتب إيش السين والصاد بتفرضهم، صاد العدد الثاني، عين العدد الثالث. هو بيقول لي مجموعها 16، ترجم يعني سين زائد صاد زائد عين يساوي 16، هاي بنسميها المعادلة الأولى. والأكبر يساوي مجموع العددين الآخرين. نفرض انه الاكبر، ما عندي الاكبر، انا بدي افرض انه الاكبر سين، يعني انا من حقي افرض اي واحد، كويس، الاكبر يساوي مجموع العددين الاخرين، يعني انه سين تساوي صاد زائد عين، ها بنسميها المعادلة رقم 2. لو بدنا نبسطها نقول سين ناقص صاد ناقص عين يساوي صفر، بصير. وثلاثة اضعاف العدد الاصغر، خلينا نقول الاصغر بدنا نفرضه عين، طب واحد بيقول لي ليش ما فرضته صاد؟ بزير ماشي، ثلاثة أضعاف العدد الأصغر يعني ثلاثة عين، أنا فرضت عين أيوة، تزيد عن العدد الأكبر بمقدار واحد. كيف يعني؟ يعني ثلاثة عين أكثر من العدد الأكبر اللي هو سين، يعني ناقص سين بيطلع الجواب واحد. هاي المعادلة رقم 3. بدنا نطلع الأعداد الثلاث، واضح أن المعادلة الثالثة هون فيها فقط عين وسين، المعادلة الأولى والثانية فيها سين وصاد وعين، معناته أنا بدي أحذف الصاد من المعادلة الأولى والثانية عشان يظل فيها بس عين وسين. يلا هات نرتب المعادلات بطريقة أفضل شوي. المعادلة الأولى خلاص مرتبة جاهزة، ما بدي أعدل فيها إشي أنا، وقراري إني أحذف الصاد من المعادلة الأولى والثانية. هون خلنا نرتب، نحط السين يعني نودي الصاد والعين على الطرف اليمين، فبصير سين ناقص صاد ناقص عين يساوي صفر، هاي المعادلة الثانية. واضح جدا هون لو جمعنا راح انه سين زائد سين، او نجمع سين زائد سين 2 سين، صاد ناقص صاد صفر، عين ناقص عين صفر يساوي 16، ايه هاي طلعت سين على طول، سين يساوي 8، هاي انحلت المسألة على السريع. الان خذ السين عوضها بواحدة من المعادلات ولتكن اللي هي رقم 3، عارف ليش رقم 3؟ لأنه فيها بس سين وعين، فلو عوضنا سين بنطلع عين، إذا بصير لك ثلاثة عين، ثلاثة عين ناقص ثمانية يساوي واحد، يعني ثلاثة عين يساوي تسعة، يعني عين تساوي ثلاث، إذا العدد الثاني ثلاث. الآن خذ سين وعين وارجع للمعادلة الأصلية الأولى اللي فيها سين وصاد وعين، يلا عوض محل سين اللي هو ثمانية، ثمانية زائد صاد اللي أنا مش عارفة كم، زائد عين اللي هي ثلاث،
بيطلع الجواب 16. طب 8 زائد 3 في 11 زائد صاد يساوي 16، ومنها صاد يساوي 16 ناقص 11 ويساوي 5. هيك طلعنا صاد. هيك احنا خلصنا حل النظام كاملا. يلا الآن مثال 3-1، حل النظام الآن تحقق من صحة الحل. طبعا تحقق من صحة الحل انك بتأخذ القيم اللي طلعوا معك مكان سين وصاد وبترجع بتعوضهم وين؟ في المعادلات الثلاث، مش في معادلة واحدة، في المعادلات الثلاث. إذا طلعوا بيحققوا جميع المعادلات بنقول هذول حل النظام. طبعا واضح هنا طلع كيف؟ يعني مثلا المعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2، الأسهل إني أحذف الصاد لأنه هنا في موجب صاد ناقص صاد. طب واحد قال لي لا بديش، أنا بدي أحذف العين، بصير من حقك تحذف زي ما بدك، لكن يعني اللي بيكون جاهز أفضل. فهنا بالجمع لما نجمع 2 سين زائد سين بيطلع 3 سين، وصاد ناقص صاد هي صفر، وناقص عين زائد عين ناقص عين زائد 2 عين بيطلع عين، وسالب 3 زائد 9 بيطلع 6. طلعت عندي معادلة فيها سين وعين. الآن لو اخترت أي معادلتين 1 و 3 أو 2 و 3 لازم أحذف الصاد عشان أخلي المعادلة أو النظام يصير فيه بس سين وعين، وهذا اللي مسوي لنا إياه في الصفحة التالية. طلع شو عمل هون، نضرب المعادلة 2 بالعدد 2 ونجمع للمعادلة 3. يعني هون شو ليش عمل هيك؟ هو عشان يحذف الصاد. لاحظ كيف خلى الصادات كلها الايش، يعني واحدة سالب واحدة موجب، بس الثنتين الين نفس القيمة، لما جمعهم طلع صفر. فطلعت معاه المعادلة فيها ايش؟ سين وعين. صار عنده نظام للمعادلات اللي هم من الصفحة السابقة، اللي هو عندي هنا أول شيء من هاي الصفحة 7 سين زائد 8 عين يساوي 31، ومن الصفحة السابقة اللي طلع فيها سين وعين لما حذف الصاد طلع 3 سين زائد عين يساوي 6. 3 سين زائد عين يساوي 6، 3 سين زائد عين يساوي 6. بس قرر بدك تحذف العين ولا السين؟ طب هاي سهلة، قرر. مش مهم ايش اللي بدك تحذفه، هو ايش حاذف هنا في الكتاب؟ حاذف العين. لا انا بدي احذف السين. ترى شو بسوي؟ بضرب المعادلة الاولى في 3 والمعادلة الثانية في سالب 7. طب ليش هيك سويت؟ اللي هو معامل سين اللي هون ومعامل سين اللي هون ببدلهم، واذا كانوا متساويين في الاشارة ومتشابهين في الاشارة بنغير اشارة واحدة منهم بس، عشان لما نضرب تصير واحدة سالب واحدة موجب. طلع عيد كتابة المعادلات، بصير 21 سين زائد 24 عين يساوي هنا 93. ممتاز. الآن اضرب سالب 7، سالب 21 سين طلع كيف صارت؟ موجب 21 سين ناقص 21 سين لما نجمعها بطلع صفر، ناقص 7 عين يساوي سالب 42. يلا نجمع الآن المعادلتين الجدد، راح تصير هذه صفر، 24 قيم منها 7، 24 ناقص 7 هاي صارت 14، 14 ناقص 7 فيها 7، مظبوط؟ إذا هاي فيها 17 عين يساوي 93 ناقص 42 هاي فيها 51، إذا عين تساوي 51 على 17 ويساوي، تروح حاسبها اللي هو أظن فيها 3، كويس، إذا عين طلعت 3، إذا هيك خلصنا عين. الآن ارجع خذ العين اللي طلعتها وارجع على واحدة من المعادلات الأصلية، أي واحدة منهم، نرجع للأولى مثلا، راح يكون 7 سين لأنه سين أنا ما بعرفها كم، زائد 8 في 3 اللي هي 24 يساوي 31، إذا 7 سين يساوي 31 ناقص 24 فيها 7، يعني سين تساوي 1. هي طلعنا سين تساوي 1. نرجع على المعادلة الأصلية اللي فيها واحدة من المعادلات اللي فيها 3 متغيرات، أي واحدة منهم، طبعا دائما اختار الأسهل، بس اختار الأسهل بتعوضها بتلاقي معك طلعت سالب 2. يلا تفكير ناقد. هذا النظام يتكون من معادلتين وثلاث متغيرات، حاول حل هذا النظام. أيوة، وصف ماذا يحدث. شوف أنا صراحة راح أحله هندسيا، مش راح أحله جبريا، يعني بدي أرسم النظام على وين؟ على الجيوجبرا، وأشوف إيش بده يطلع معي. هل ممكن يطلع معي حل
لهذا النظام، إذا كان في حل النظام معناته إيش؟ معناته في نقطة تقاطع. لكن هذول إحنا زي ما اتفقنا قبل شوي لما شفناهن على الرسم البياني شو طلعين؟ طلعين مستويات. طب هلا خلنا نرسم المستوى الأول، هذا الأولاني بدنا نحذفه، ما بدنا إياه. أي حذفنا كل شيء، أي رجعنا على المستويات. يلا خلنا نمسك الأولى، سين اللي هو إكس زائد اثنين صاد يعني اثنين واي، نشوف شو بيطلع معانا، زائد أربعة عين زائد أربعة زد، شو بيساوي الحكي؟ الحكي بيساوي أربعة، وهاي أربعة. شوف طلع معاي مستوى، هاي أنتم تحبوا نشوفه، ايش صار؟ نفتح ماشي، هاي نقدر نحركه. طلع معاه في هاي الحالة ايش؟ مستوى زي ما انتم شايفين قدامكم، هذا اللي هو يمثل المعادلة الأولى. خلينا نحط المعادلة الثانية. شو المعادلة الثانية؟ اللي هي 2 سين 2 اكس ايوه زائد 3 صاد زائد 3 واي ايوه زائد عين يعني زائد زد يساوي 12. خلينا نعمل انتر ونغير الايش؟ اللون بس عشان نشوف ايش احنا يعني من هن المستويان اللي موجودات عندنا. طبعا مستويان احنا بنعرف انه بتقاطعوا بايش؟ دائما المستويان بايش بتقاطعوا؟ بتقاطعوا في خط مستقيم. اذا هذا النظام ما بيعطينيش زي ما كنت متوقع في الـ في الـ في الامثله السابقه، كنا يطلع معانا نقطه واحده. طلع هون شو طلع معاي؟ طلع معاي خط مستقيم، خط مستقيم اللي هو ايش؟ اللي هو خط تقاطع المستويين، خط تقاطع المستويين. اذا هاي الحالة بيطلع معاي مجموعة لا نهائية من الحلول، بيطلع معاي مجموعة لا نهائية من الحلول. شوف يعني هياته لو اني ارسم الخط المستقيم اللي بحكي عنه رح يجي بهذا الشكل من هذه النقطة وامشي هيك، اللي هو خط تقاطع المستويين معا اللي هو AB. يعني انا مش كثير ظابطها لاني ما جبتش خط التقاطع مزبوط، بس طلع كيف معناته هذا، هذا AB شو معناته؟ هذا معناته بعطيني عدد لا نهائي من الحلول. اذا نرجع لسؤال التفكير، لما تيجي تحاول تحله رح تلاقي معاك رح يطلع علاقة مثلا بس بين سين وصاد او بين صاد وعين او بين سين وعين. معناته احنا شو بنفسر في هذا الكلام؟ نقول انه في عندي عدد لا نهائي من الحلول، مش حل وحيد لهذا النظام.